كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأكرم مظهرا. سنقول يعني هناك بعض العلماء يقول لا تلزم القراءة للمأموم، كالإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول لك إذا كنت مأموما لا تقرأ، قراءة الإمام لك قراءة، قراءة الإمام لك قراءة. في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية الإمام أبو حنيفة وأصحابه يقولون لا تقرأ وأنت مأموم، أنت مأموم لا تقرأ. لكن الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول لا، لا بد من القراءة الفاتحة سواء كنت إماما أم كنت مأموما، تقرأ، تقرأ الفاتحة. وعندك الإمام مالك توسط بين الأمرين فقال يا ترى الصلاة جهرية أو سرية؟ والله إذا كانت جهرية كالمغرب والعشاء والفجر لا يقرأ المأموم، المأموم لا يقرأ ليستمع إلى الإمام وهو يقرأ. طيب في الصلوات السرية كالظهر أو العصر قال يقرأ المأموم، فأخذ من الرأيين من كل بطرف. وطبعا الإمام مالك فقه هو فقه أهل المدينة، فقه أهل المدينة. لكن عندنا قاعدة في الأصول، في علم الأصول، قاعدة في علم الأصول، المثبت خير من النافي، المثبت خير من النافي. يعني الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لا 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 تقرأ وأنت مأموم، إذن هو ينفي، ينفي. والإمام مالك أيضا لا تقرأ في الجهرية، ينفي. الإمام الشافعي يثبت، يثبت. المثبت أحسن لأنك لن تخسر شيئا من القراءة. ولذلك نحن درسنا في الأزهر مذهب الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك نصلي أحيانا على مذهب الإمام الشافعي فنقرأ خلف الإمام، معتذرين إلى شيخنا بأننا يعني لا مؤاخذة سنتركك في هذه، في هذه، وسنأخذ بالمثبت، بالمثبت، فالمثبت خير من النفي.